لو حط عظمة زي كده وعلم علامة هنا نحدد original insertion original filiacus anterior superior leg spine sartorius origin of sartorius attachment of fungi الليمون وحط على الانفير anterior inferior leg spine straight head brachialis femoris و iliofemoral ligament. طيب لو علم لي هنا تمام وهنا ميديس وهنا وهنا ريفليكتد هيد اوف ريكتس فيمورس وهنا الحته دي في اثنين سيميتندينوزس والبايسبس لونج هيد اوف بايسبس وسيميتندينوزس وهنا سيميمبرانوزس لا العكس هنا سيميمبرانوزس هنا سيميمبرانوزس وتحت اللور وهنا لونج هيد اوف بايسبس وسيميتندينوزس. طب ولو علم كده الدكتور اسكيل بارت لو هنا بس اسكيل بارت في الدكتور ماجنس لكن هنا الدكتور ماجنس كلها ماشي ماشي يا دكتور انت بتقول حاجات بتيجي هنا سيمي ممبرينوزس وهنا لونج هيد اوف بايسبس وسيميتندينوزس وهنا الدكتور ماجنس اسكيل بارت وبيوبيك بارت الجراسيليس لو علم عليها يعلم عليها هنا في الانفيرو بيوبيك ريموس بالقرب من الاوتر مارجن بتاعها ولا الدكتور لونجس على نقطة صغيرة تحت البيوبيك ريموس كان عضو لا ما تجيش وانا قلت لك انا بس بقول لك الحاجات اللي ممكن تسال لا اساله براحتك يا جماعه عشان احباط بس لا بس يا دكتور المهم بدل ما نتلخبط في حاجه اساله براحتك طيب هنا لو حط علامه كده نقول اوريجن انسيشن اوريجن اوف فاستس انترميديس لو علم هنا اللي هو اوريجن اوف فاستس انترميديس لو علم هنا ماشي ولو علم هنا انسيشن جلوتياس مينيمس وهنا جلوتياس ميديس وهنا جلوتياس ماكسيمس وهنا بايريفورمس كل ده انسيرشن وهنا كوادريتس فيموس ده برضه انسيرشن اليوفيمورال ليجامنت هنا في الانتر تروكانتريك لاين بس لا هو اصل لو عايز اوريجن اوف فاستس ميدياليس يعلم الحته دي ومعاه يكمل ليني اسبر واللاتراليز يعلم الحته دي وليني اسبر لو علم الحته دي بس كده مثلا لا دي ولا دي ماشي هنا اللي هي الدكتور دوبل انسيرشن اوف الدكتور اذا الدكتور دوبل اهو لا ده البلانتار دي انسيرشن اوف ذا لوبر دي ميديال هيد اوف جاسترو وهنا وهنا هنا اللاترال هيد وهنا بوبليتيس بوبليتيس ماشي اوريجين اوف بوبليتيس المهم يا دكتور نعم المهم اللي تحت دي كلهم دول كلهم مهمين انا ما قلتش تفاصيل كتير لكن ده المهم يعني قلنا هنا الفاستس ميدياليس وهنا الفاستس لاتراليس هنا الفاستس انترميديس ده الاوريجين بوبليتيس ميديس مينيمس ماكسيمس ده الانسيرشن الدكتور كوادريتس فيموريس ده الانسيرشن بايريفورمس ده الانسيرشن ميديال هيد اوف جاستروكنيميس ده اوريجن بلانتاريس ده اوريجن لاترال نعم ايه بتاع الاوبتريتور لا صعب هنا اللاترال هيد اوف جاستروكنيميس وهنا البوبليتيس كلهم دول اوريجن الدكتور تيوبركل هنا الانسيرشن اوف اسكيل بارت اوف الدكتور ماكلس علم هنا اتاتشمنت اوف باتيلر ليجامنت او ليجامنتوم باتيلي هنا اللي هو اوريجين اوف تيبيالز انتيريور هنا اللي هو انسيرشن اوف جرتوري اس جي اس يعلم عليهم الثلاثه ويحط سهم كده على واحد منهم لو عايز ينزل حاجه منهم يعني صار علم على خط منهم صعب ان انا احدد مين في الثلاثة مين في الثلاثة طبعا بالترتيب من قدام لورا دي السارتورياس سارتورياس جراسيليس سيميتندينوس هنا في الجروب ده سيمي ممبرينوزس انسيرشن اوف سيمي ممبرينوزس
هنا اوريجين اوف سوليس هنا في الحته دي انسيرشن اوف بوبليتيس التبيالس يعني التبيالس بوستيرو فليكسور ديجيتورم لونجس صعب على ملعب عضله التيبيا تكون ماشي ايه لازم احط علامه هنا فين هنا مين مذاكر؟ تعرف؟ Attachment of iliotibial tract. Iliotibial tract. مقابل ال SGS هنا medial iliotibial tract. ماشي؟ توزيعكم عشان ازاي رايت اوت؟ ازاي رايت اوت؟ طبعا فوق وتحت في التيبيا سهلة. ميديال ولاترال الميديال مالولس اللي بارزة دي تبقى ميديال ميديال مالولس تبقى ميديال وتيبيال تيبروس ده من قدام ده بتاع الكوادرسيبس من قدام سهل ادي قدام وورا وادي ميديال ولاترال وادي فوق وتحت اتفضل الفكرة اتعرف عليها اذا كانت رايت او ليفت سهلة من اللور اند اعرف كل حاجه في الفيبرا في طريقه بسيطه اتعلمناها كده نعرف بيها رايت او ليفت اني امسك اللور اند بتاعه الفيبرا واحط اصبعيني دول على السبكوتينيوس ترينجولر ايري واصبعي الكبير ده احطه في الميلر الفصه وايدي اللي تقدر تمسكها مظبوط تبقى دي الفيبرا بتاعتهم ماشي امسكها كده صعب ما جيش طب ما كملتش كده انا عارف طب كده صح ولا ممكن تمسكها كده لو سبتني بس ثواني انا لو مسكتها كده تطلع فعلا صباعين دول على السبتينيس ترينجولر اريا بس ما يطلعش صباعي هنا على الميرفس ما فيش داعي ان انا الف صباعي لغايه ما اجيبه هنا ما يعني الاقرب بالنسبه لي ان امسك دي كده يا دي كده مش كده يعني وداني لو اشاور عليه اشاور عليه من هنا ولا اقول دي وداني ما هي دي وداني برضه بس الاليق كده فلما مسكت دي همسكتها كده مش كده صح ولا العضلات اللي بتسالوا فيها على الفيبيولا ان جت عضلات على الفيبيولا ممكن يجي على الستايلويد بروسيس الانسيرشن بتاع البايسبس في الموس على اللاترال سيرفيس بتاع الفيبيولا من فوق اوريجين اوف برونيس لونجس ومن تحت اوريجين اوف برونيس بريفس لكن باقي العضلات صعب عليها ممكن حاجه تقول لنا طيب هو الانتيريور بوردر والبوردر والبوردر اه ممكن فيتشرز دي السبكوتينيوس ترانجولار اريا من الايبكس بتاع السبكوتينيوس ترانجولار اريا لو طلعت لفوق يبقى ده الانتيريور بوردر ميديا الليف بتاع نص سنت كده تلاقي الميديا البوردر مش باين قوي وكل ما تطلع لفوق كل ما يقربوا من بعض حتى يكاد السيرفس اللي ما بينهم ده ينعدم هو في حاجه سيرفس بس اه ده الانتيرو سيرفس ده فيه الفليكسور ده فيه الاكسنسور ديجيتورم لونجس والبرونيس تيرشس والاكسنسور هيرشس لونجس ماشي لو جلبت من ورا كده تلاقي من ورا على الباك بتاع اللاترال مالي بس باين البوستيرو بورد يبقى دي انتيرو بوردر وادي ميديال بوردر وادي بوستيرو بوردر امال اللي بيلخبطنا انا مين دي ده مش بوردر دي ميديال كريست السيرفسز ايه انتيرو سيرفس الحته الصغيره المختصره اللي ما بين الانتيريور بوردر والميديال بوردر ماشي ده الانتيرو سيرفس لاترال سيرفس وبوستيرور سيرفس يبقى من هنا لغايه هنا قول عليه ميديال كريست دي هنا في حتة مثلث مشطوف اهو كده اهو هتقدر تحسيه بايدك اهو هس بعد كده نزل بخط كده اهو
المسالة المشطوف اهو ماشي بس نازل بخط كده مستقيم، بعد كده يروح يمين يمين يوم ده ده اهو. احنا قلنا الانسان المشطوف خط خط مين كده اهو، بعد كده اهو جاي رجع ماشي كده هتلاقوا حاول شوية اهو بيجي كده هو الاخر انتهى كده هو تاني تاني ادي المثال المزاجي المشطوف وادي السن ماشي هو فكر سنة انت مشطوف اهو ادي السن ماشي 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 تحت الجيب هنا اهو اهو نهايته جنب المثلث المشروب ده اهو في كده هو حتة اهي كده حتة دي نعمة نازلة سموس اهي سموس سموس كده اهو سموس 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 اهو تأكيد كده هو دي كده كده ايه شو كده كده ايه ده جي هنا في حتة تلاقيه ايه بس كده هو بميلش كده هو بميل بميل بس اوكي هنا برضو ادي خط الرومي غير خط الاولاني لا هو ده خط المثلث قصدي ده اهو ما هنا ادي مثلث وادي مربع فاحنا خط المثلث كدوبين فهو خط المثلث لا يعني ده خط تاني كده اهو اهو خط كده اهو اهو كده اهو هذا ايه خط كده مستقيم 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 لغاية فين هنا اهو اليد الحدين هنا اهو ايوه هنا اهو كده اهو كده اهو اهو انتهي كده اهو ماشي الناحية دي اللي تحت النعمة كده اهو هذا قافل مع الحتة دي هي مهنة اهي ايه تجي حتى بس
نبدأ بالعظم كده. ايه احنا زي ما اتفقنا من شوية المطلوب مني اعرفه عبارة عن ايه؟ العظمة دي رايت او ليفت، واسم العضلة اللي هو هيعلم عليها علامة، وحدد اذا كان العضلة دي اوريجين او اتاتشمنت. تمام؟ ما ينفعش اقول اتاتشمنت اوف الياقس، لا لازم اقول اوريجين او انسيشن. تمام؟ نمسك الهبون. ازاي اتعرف على الهبون اذا كانت رايت او ليفت؟ دي مسألة سهلة. قالك الايليوم نحطه من فوق، بيوبز واسكيم من تحت، يبقى دي فوق وتحت. استاديولام على اللاترال سايد، ادينا عرفت اللاترال وميديا. بيوبز من قدام، اسكيم اسكالتبروس والاسكال سباينال من ورا، يبقى دي قدام وورا، يبقى عرفت الهيبون دي مين شمال دي رايت هيبون. ايه العضلات اللي خدناها في اللور لمب تخص الهيبون؟ بصوا معايا يا بنات، في الالياك فوسا في الحته دي، ده الاوريجن بتاع الالياكس، اوريجن اوف الياكس. على المارجن بتاع الاوبتوريتور فورامين من الداخل، وحته العظمه اللي بشاور عليها فوقيه دي، ده الاوريجن بتاع الاوبتوريتور انترنس، اوريجن اوف اوبتوريتور انترنس. سهلين دول؟ اوريجن اوف الياكس، اوريجن اوف اوبتوريتور انترنس. تمام يا دكاتره؟ طيب بص على النقطتين دول، دول الانتير سوبيريور الياكس سباين. اتفضل. Anterior superior iliac spine و anterior inferior iliac spine، ودول مهمين. خدنا في الانتيرو superior iliac spine يا بنات الـ attachment of inguinal ligament، وخدنا كمان origin of sartorius. يبقى لو فرض في الامتحان علمني على الانتيرو superior iliac spine هقول كده، دي right hip bone attachment of inguinal ligament زائد origin of sartorius. بالمثل في الانتيرو inferior iliac spine حاجتين، اتاتشمنت في ليجامنت اسمه اليوفيمورال ليجامنت، اليوفيمورال ليجامنت، واوريجن بتاع عضله اسمها ريكتس فيمورس. تحديدا ريكتس فيمورس دي ليها ستريت هيد والريكتس هيد، هنا اخد ستريت هيد اوف ريكتس فيمورس. يبقى لما يعلم على الانتيرو الانفيرو الالياك سباين هقول اتاتشمنت اوف اليوفيمورال ليجامنت زائد اوريجن اوف ستريت هيد اوف ريكتس فيمورس. ماشي يا بنات؟ نكمل. بصوا على السطح ده اللي سميناه جلوتيال سيرفيس، ويهمني خمس عضلات على الجلوتيال سيرفيس. ثلاثة جلوتيال، جلوتياس ماكسيمس، ميدياس، مينيموس. ما يغركوش ان الجلوتياس ماكسيمس دي صغيرة. طب هو ده الاوريجن بتاع الجلوتياس ماكسيمس؟ ده الاوريجن بتاعها من الهيب بون، لكن هي ليها اذر اوريجنز ثانية تكبر حجمها خالص وتخليها ماكسيمس. يبقى اوريجن اوف جلوتياس ماكسيمس، ميدياس، مينيموس. لما اطلع لفوق شويه ناحيه الايليا كريست الاقي الخط المتلون باحمر، ده الاوريجن اوف تنسور فاشيالاتا. وانزل لتحت الخط الاحمر اللي فوق الاسيتابيولم، ده الاوريجن اوف ريفليكتد هيد اوف ريكتس فيمورس. امال فين ستريت هيد؟ كانت في الانتيرو سوبيريو اليك سباين، الانتيرو انفيرو اليك سباين. يبقى هنا ستريت هيد وهنا ريفليكتد هيد اوف ريكتس فيمورس. حلو الكلام لغايه كده يا بنات؟ طيب ننزل تحت شويه نشوف المنطقة بتاعت البيوبز والاسكيم. الاقي على السوبيرو بيوبك ريموس فيه الاوريجن اوف بيكتينيس، اوريجن اوف بيكتينيس. بعد كده اخد الادكتورز، ثلاثة ادكتورز، الدكتور لونجس تحت البيوبك تيوبركل على طول، الدكتور بريفز في نص الانفيريور بيوبك ريموس، اهي يا بنات لا قريبة من جوه لا قريبة من بره. والدكتور ماجنس تلاقوه واخده الانفير بيوبك ريموس مع الاسكيل ريموس مع الاسكيل تيوبروزيتي، الثلاثه معا. يبقى دي الدكتور بريفيس. بعد اذنك
يبقى دي الادكتور لونجس، الادكتور بريفس، الادكتور ماجنس. فاضل لنا في الادكتورز الجراسيلس اهي على المارجن بتاعت الانفير بيوب كريمس من بره على الحافه من بره. يبقى الدكتور لونجس، الدكتور بريفس، الدكتور ماجنس وجراسيلس على المارجن بتاعت الاوبتيريتور فورامن من بره. الاوبتيريتور اكسترنس زي دي اختها الاوبتيريتور انترنس. يبقى لينا العضلات اللي ماسكين في الاسكيال كيبروزيتي، يهمنا فيهم ثلاث حاجات. احنا خدنا الحته دي تبع الدكتور ماجنس، فاضل الحتتين دول ابر لاترال ولور ميديا. ابر لاترال يعني عند الاسيتابيولوم، يبقى الاوريجين اوف سيمي ممبرينوزس. ولور ميديال يعني ناحيه البلفس، يبقى الاوريجين بتاع سيمي تندينوزس ومعاها لونج هيد اوف بايسبس. سيمي تندينوزس ولونج هيد اوف بايسبس ماشي. ابر لاترال اوريجين اوف سيمي ممبرينوزس، لور ميديال اوريجين اوف لونج هيد اوف بايسبس اند سيمي تندينوزس. تمام كله لا يعلم على حتة منه وعايز الحتة دي تطلع. تمام عظمة الفيمر بس سهل عظمة الفيمر، اعرفها رايت او ليفت ازاي. طبعا فوق وتحت في الفيمر سهل، الابر اند دي ليها هيد والنيك وجريتر تروكانتر وليزر تروكانتر، يبقى دي فوق ودي تحت. طب ميديال ولاترال، الهيد تبص ميديال ناحية الاسيتابيولوم علشان تتوصل معاه. طب نعم بالظبط. طب قدام ورا الليني اسفرا، يبقى من ورا. طيب ايه العضلات بقى اللي ماسكين في الفيمر؟ تعالوا كده نجمع ثلاثات مع بعض. اول ثلاثة هنجمعهم جلوتياي، جلوتياس ماكسيمس في الجلوتيال فيبروز، جلوتياس ميدياس في الاوبليك لاين اللي على الجريتر تروكانتر، جلوتياس مينيمس في الفرونت بتاع الجلوتير بتاع الجريتر تروكانتر. ادي ثلاثة جلوتياي، جلوتياس ماكسيمس، ميدياس، مينيمس. تعالوا نجمع ثلاثة تاني مهمين موجودين في المنطقة بتاعت الجريتر والليسر تروكانتر، اللي هم بايريفورمس على التوب بتاع الجريتر تروكانتر، بايريفورمس، كوادريتاس فيموريس على الكوادريت تيوبركل، وإيليوسوس في الليسر تروكانتر. بايريفورمس، كوادريتاس فيموريس، إيليوسوس، كلهم دول انسرشن. ادي ثلاثة جلوتياي وثلاثة اخرين ماشي. ثلاثة تالتين بقى الفاستاي، خد معايا كده من اول هنا انتر تروكانتيريت لاين لغاية الميديا اللي بتاعت اللينيا اسفرا، دي الفاستاس ميدياليس واختها فاستاس لاتراليس، وكل الشافت ده تقريبا فاستاس انترميديس. يبقى ثلاثة فاستاي، فاستاس ميدياليس، فاستاس لاتراليس، وفاستاس انترميديس. واحيانا يحط لي علامه صغيره كده زي دايرتين موجودين على الشافت بتاع الفيمر تحت الفاستاس انترميديس، ده جزء خاص منها اسمه ارتيكولاريز جينيو، ارتيكولاريز جين ماشي. سالين الثلاثه دول، ناخد ثلاثه تاني من تحت وسيبوا العضلات الخطوط اللي موجوده على اللينيا اسفرا دي ما هياش محل سؤال في العمل بالنسبه لك. ايه الثلاث عضلات اللي عايز اوريه لكم من تحت؟ فوق الميديال كوندايل، ميديال هيد اوف جاستروكليميس، فوق اللاترال كوندايل بلانتاريز، مش لاترال هيد اوف جاستروكليميس، بميديال هيد اوف جاستروكليميس قصادها البلانتاريز. امال اللاترال هيد اوف جاستروكليميس فين؟ اهي اللاترال هيد اوف كوندايل، يبقى ميديال هيد اوف جاستروكليميس، لاترال هيد اوف جاستروكليميس، وهنا بلانتاريز. وفي الجروف ده اللي تحت اللاترال ايبيكوندايل نلاقي الاوريجن اوف بوبليتيس. كده خدناهم ثلاثة 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 سهلين ماشي. سهل عظمة الفيمر، أي سؤال فيها بنات؟ نقولهم تاني، جلوتياي ثلاثة، جلوتياس ماكسيموس، ميديس، مينيوس. ثلاثة تانيين بايريفورمس على التوب بتاع الجريتر تروكانتر، كوادريتاس فيمورز على الكوادريت يوبركل، إيليوسوس. سهلين. طيب ثلاثة فاستاي، فاستاس ميدياليس، فاستاس لاتراليس،
فاستس انترميديس وبنتها الارتكولاريس جون. ثلاثة من تحت جاستروكينيميس ميديال هيد لاترال هيد بلانتاريس كوبلوتيس. تمام كلهم اورجن سهلين. ادي فيهم دكتور سؤال مثلا هيعلمني الفيمر من الاول رايت او ليفت. يعلمني الفيمر مثلا، حط العلامه هنا زي العلامه المتلونه باللون الازرق. هقول لك ايه ده رايت فيمر انسرشن اوف جلوتيس مينيموس، يعني ما اذكرش الحته دي بس مش عايز اكتر من كلمتين دول. رايت فيمر انسرشن اوف جلوتيس مينيموس دي بدرجه ودي بدرجه، قد درجتين على كل عين. لا ما اقولش اسم الحته اللي ماسكه فيها يعني، بس هما الكلمتين دول كلمتين سهلين. أنا مش عايز تلخبطوا نفسكم بأكتر من كده، وهو ده المطلوب. هو كل عين عليها درجتين، درجة الأولانية على إنك تقولي رايت فيمر، درجة التانية على إنك تقول ده الانسرشن أوف جلوتيس مينيموس. بس بلاش بقى نلخبط نفسنا في حاجات تانية ونقعد نكتب ونوصل ونضيع الوقت ملوش لازمة. بالنسبة للهبون يعني مثلا لو قلت رايت أو ليفت هبون، أقول مثلا لو ده ميديا الجلوتين سيرفس أقول مثلا ده انسرشن. ما احنا لسه جايلين رايت هيب بون اوريجين اوف جلوتيس ماكسيمس. ادي درجه مفيش نقطه يا بنات، ما تضيعوش الوقت بتاع العينه في انكم تقعدوا تشرحوا وتنطقوا، وهي كل العينه بيبقى عليها دقيقه، فما تضيعوش الوقت وبعد كده تقول لا ما لحقناش. ما لحقناش ايه؟ ما انتوا مش ما انتوا بتضيعوا الوقت في حاجات مش مطلوب. اجابه على قدر المطلوب وبس. ده مش امتحان العمل بس، كل امتحان ماشي. طيب يا بنات اعرف رايت او ليفت سهله، ابر اند الكبيره بتاعت التيبيا ده فوق، يبقى كده عارف فوق وتحت. اتفضلي يا دكتور. يبقى ابر اند وادي لور اند، يبقى عارف فوق وتحت. ميديال ولاترال، ميديال مانيولس تبقى ميديالي. فين قدام ورا؟ التيبيا التبروزتي ده مشهور خالص، ده انتيجر، يبقى في قدام ورا. والميديال مانيولس عرفتني ميديال ولاترال، ودول فوق ودول تحت. ادينا عرفت فوق وتحت كده اوجه التيبيا صح. دي رايت تيبيا. ايه العضلات المطلوبين مني في التيبيا؟ بص على التيبيا التيبروزيتي تلاقي الانسرشن بتاع الكوادريسبس او ليجامنتم باتيلي، اتاتشمنت اوف ليجامنتم باتيلي. على الميديال سايد بتاع التيبيا الثلاثه دول، ثلاثه اخوات الاس جي اس، سارتوريوس جراسيلس سيمي تندينوزس. سارتوريوس جراسيلس سيمي تندينوزس ما يعلمليش على واحدة منهم من غير اخواتها، ممكن يحط لي التلاتة ويروح مشاور لي بسهم عايز لي عشان اقدر اميزهم. يبقى ده التيبيا على الميديال سايد. التيبيا على اللاترال سايد الحتة دي كلها اللي متعلم عليها باللون الاحمر ده الاوريجين اوف تيبياليز انتيريور. اوريجين اوف تيبياليز انتيريور. يبقى كده انا بصيت من قدام لجامنتم باتيلي، بصيت ميديالي اس جي اس، بصيت لاترالي على التيبياليز انتيريور. طب ابص من ورا، خمس عضلات على التيبيا من ورا يهمنا منهم ثلاثة. يهمنا الجروف اللي على الباك بتاع الميديال كوندايل اللي سميته جروف فور سيمي ممبرينوزس، هتمسك فيه سيمي ممبرينوزس. بصوا كده سارتوريوس جراسيلس سيمي تندينوزس سيمي ممبرينوزس. الحتة المثلثة دي ده البوبليتيال سيرفس، ده الانسرشن بتاع البوبليتيس، انسرشن اوف بوبليتيس. وفي الخط اللي مايل ده اللي باللون الاحمر ده الاوريجين اوف سوليس، اوريجين اوف سوليس. تمام. يبقى سيمي ممبرنوز بوبليتيس ودول اتنين انسرشن سوليس ودي اوريجين. سهلين عضلات التيبيا ليجامنتم باتيلي اس جي اس تيبياليس انتيريور سيمي ممبرنوز بوبليتيس سوليس. ماشي. عظمة الفيبيولا بقى يا بنات مطلوب مني اعرف دي رايت او ليفت. العضلات بتاعت الفيبيولا مش مطلوبين مني في امتحان العمل. ازاي اعرف رايت او ليفت؟ اللور اند مفتاح الفيبيولا. افتكروا يا بنات ان اللور اند فيها ثلاث سمات مهمين. على اللاترال سايد نلاقي حته زي المثلث سميناها كده سبكوتينيوس ترينجولار اريا، سبكوتينيوس ترينجولار اريا. لكن على الميديال سايد كان في حاجتين، كان في ارتكولار فاسيت من قدام وارتكولار فوسا من ورا، فاسيت وفوسا. طيب اذا انا حطيت الثلاث حاجات دول مع بعض من تحت يبقى انا كده عرفت اللور اند. واذا حطيت السبكوتينيوس ترانجولار اريا لاترالي اديني عرفت لاترال وميديال. واذا حطيت الارتكولار فاسيت من قدام والفوسا من ورا اديني عرفت قدام ورا. يبقى سهل اتعرف على الفيبيولا اذا كانت رايت او ليفت. وبطريقه اسهل
اذا امسكت الفيبيولا بالثلاث صوابع دول وخليت صباعي ده في الفصة دي من ورا وصباعين دول على السبكوتينيوس ترانجولار اريا، فايد اللي تمسكها مظبوط تبقى دي الفيبيولا بتاعتها. نجرب كده، ادي صباعين على السبكوتينيوس ترانجولار اريا وصباعي ده في الفصة دي من ورا، مسكها كويس تمشي دي رايح. طيب نحاول نمسكها بالصباع الثاني، صحيح صباعين دول على السبكوتينيوس ترانجولار اريا بس الصباع ده مش عارف. واحد يقول لي طبعا حطها كده، لو ده من هنا ولو ده من هنا ما ينفعش، خليك في العدل سهل الامور. اذا علمني علامات على الفيبولا ما فيش غير الستايلويد بروسيس اللي انتم طالبين بيها واسمها بس ستايلويد بروسيس. اللي تحب تعرف ستايلويد بروسيس فيها الانسيرشن بتاع البايسبس، في الانسيرشن اوف بايسبس. ايوه فين في الكين سترينجلر ايه؟ لتر معايا تبقى لتر ايه؟ ودول فاسد من قدام فصة منه، يبقى دي قدام ودي ورا، ودي لتر الاثنين دول مين؟ يبقى حطها كده.